2019. ترأس معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة الاجتماع التنسيقي بين هيئة المواكب الحسينية ورؤساء المآتم والإدارات الأمنية والخدمية بالمحافظة بحضور مسؤولي وممثلي الجهات الخدمية والأوقاف الجعفرية ورؤساء مراكز الشرطة بالمحافظة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. رفع معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة أسماء آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزازا وتقديرا بالرعاية الكريمة وتوجيهات جلالته بشأن تلبية كافة احتياجات موسم عاشوراء وتقديم المكارم السامية للمآتم والحسينيات في مملكة البحرين، وذلك جريا على عادة جلالته السنوية. كما أشاد محافظ العاصمة بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ومتابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بما يسهم في إحياء هذه المناسبة وإنجاح موسم عاشوراء. والحمد لله الاجتماع كان ناجح، طلعناهم على جميع التجهيزات والتحضيرات الأمنية والصحية والخدمية لهذا الموسم والتعاون معهم لإنجاحه وتسهيل للمعزين الدخول والخروج من المنامة على أكمل وجه. ستقوم الأبانة بتوفير خطة عملية لضمان نظافة المنطقة في هذا الموسم، إضافة إلى خطة توعوية لمرتادي المنطقة والمعزين بوجوب الحفاظ على نظافة المنطقة، تقليل النفايات، تقليل النفايات العضوية والبلاستيكية. طبعا احنا ابتدينا في وزارة الصحة بتشكيل اللجنة السنوية لموسم عاشوراء، تتكون من جميع إدارات الوزارة وبتم تقديم الخدمات كما هو المعهود سنوية من الوزارة بتوفير الكوادر إلى العيادة في المنامة. وثمن محافظ العاصمة اهتمام وحرص الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ودعم معاليه المتواصل وتوجيهاته للجهات الأمنية والخدمية لتلبية احتياجات المآتم والمواكب في العاصمة بهدف تنظيم المناسبة وسط أجواء آمنة ودون وقوع أي تجاوزات ومخالفات قانونية تعكر صفو هذه المناسبة. طبعا تسخر وزارة الداخلية كافة إمكانيات لإنجاح هذه المناسبة، هاي مناسبة عزيزة علينا كلنا لها قدسية وروحانية خاصة، وزارة الداخلية تسخر كافة الإمكانيات المتاحة للحفاظ على الأمن والأمان والحفاظ على ممتلكات وأرواح جميع المواطنين والمشاركين والمعزين والجمهور. احنا من واجبنا المآتم ورؤساء المآتم التعاون مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وإدارة المرور والوزارات الأخرى التي تقدم الخدمات الجليلة لإنجاح هذا الموسم. ونسقنا الحمد لله كل أمورنا لهذا الشهر المحرم، وإن شاء الله بتكاتف الجميع يكون موسم ناجح، وإحنا الحمد لله صار لنا فترة مع بعض نتعاون كعائلة واحدة، الحمد لله كل أمورنا طيبة وإن شاء الله بيكون موسمنا موسم ناجح بتكاتف الجميع إن شاء الله. هذا وأشاد المحافظ بمستوى التعاون والتنسيق الذي يبديه رؤساء المآتم والمواكب الحسينية في المحافظة لإنجاح موسم عاشوراء عبر وضع التصورات والمرئيات الخاصة باحتياجات الموسم، منوها إلى استمرار المحافظة في التنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية لضمان تنفيذ المرئيات المتفق عليها على أرض الواقع وفق عملية مشتركة تقوم على توحيد الجهود بما يعكس المظهر الحضاري الذي تتمتع به مملكة البحرين والحرية الدينية التي يتمتع بها المواطنون والمقيمون على أرض مملكة البحرين.